هلأ من مين سمعت ومين قال لي هي ما لها أهمية يا عبد الحي؟ إذا هي ما لها أهمية شو المهم؟ يعني ما بدك ياني؟ أنا ما عاد أقدر أطلع بين العالم أبداً. إذا كان بدك تتزوجني عن جد اترك شغلك ومنروح منعيش بمدينة تانية. بس الدولة ربتني على هالشغل وأنا شغلي ما فيه لا تقاعد ولا اعتزال. معناتها منترك بعض؟ هذا قرارك؟ ماشي مماتي، بس استلمتوها اتصل فيني. خلص انت ساوي هالشغلة، انا عندي مشوار وبعد ساعة بنلتقي بالمكتب. بأول الأسبوع راجعة على الشغل. اي شغل؟ ما بدك اشتغل؟ بنحكي بالموضوع. ليش حتى نحكي بالموضوع؟ يا رح اشتغل يا ما رح اشتغل. ما رح تشتغلي. ودرست وتعلمت على الفاضي؟ ليش على الفاضي؟ عندك علي وبكره بيجوا اولادنا. طوعي لرعاية غير اولاد. حبيبتي أنا ما عندي أي مشكلة أبداً برعايتك للأولاد. هلأ هذا اسمه شغل يعني؟ لا مو شغل، مسؤولية اجتماعية يعني بلا مصاري. كسب المرأة للمصاري بيزعجك يا مراد؟ وليش بقى لحتى يزعجني؟ أنا مجمع مصاري بتشتري لي سيارة. معناتها سيارتك على حسابك. على بيتنا. صار عندي فضول كيف شكله هالبيت؟ كبير. قديش كبير؟ فوق ما تتصوري. أنا ما عندي وسيلة إعلام. ليش بعدت وراي ما بعرف. كيف يعني؟ هلأ ما في إلك شراكات؟ قلت له لأخي لا تعطيهم قرض هدول. بكرة بيطلع اسمنا بجماعة الإعلام بس ما سمعني. ليش بشغلتنا شو هو السيء يا فكرت؟ ما بتعرف الطرف اللي بدك تأيده؟ البيروقراطية المسلحة ولا البيروقراطية المدنية ولا السياسيين؟ ومع كل هاد بضل شغلك أسهل لأنك يا حبيبنا ساند ظهرك على عم سام. لا تزعجوا حالكم، ارتاحوا. مبروك المنصب الجديد يا كبير. الله يبارك فيك. تسلم. الحقيقة أنا تفاجأت.
ليش تفاجأت سيد رضوان؟ لا كنت مفكر انني كلفوكن بمهمة رسمية ولا امكن تقبلوا. ظروف البلد بهي المرحلة الحساسة هي اللي جابتني لهون. انتو ما انكن غريبين عني ابدا، راح احكي بكل صراحة ووضوح، نحن رح نقوم بهي المهمة كلياتنا سوا. يا كبير، نحن اعلام، مهمتنا مانا امنية، مننقل اخبار وبس. كتير منيح، رح نعطي معلومات للشعب بس مثل ما بدها الدولة بالحرف، مو هيك انتو على كيفكن؟ بس هي بسموها رقابة. سميه انت مثل ما بدك، بس انا ما بسميها رقابة. كأنه هي احكام عرفية. اذا عرفية سميها ادارة تانية. انتو باينتكن نسيتوا الاحكام العرفية من زمان. لألكن شغلة مهمة، لو كانت أحكام عرفية ما كنتوا قاعدين عندي على الطاولة، ولا كنتوا حتى بتقدروا تناقشوني بهي الطريقة من الحرية والمسامحة. صار لي سنة ما اجيت لهون. ليش؟ على قد ما بيت عيلتي بيعنيني. حكت لي ماما نازك الموضوع. بقى فترة ببيتي، مو شايفه كتير كبير علينا؟ أمنيا هون أنسب، بس سيارتي ما عاد رح تناسب ديكور البيت. لا تشغلي بالك، أنا كمان مجمع شوية مصاري بتقدر تفرش بيت. صباح الخير لكل واحد من الموجودين. بالإذن، مين الرأس الكبيرة بهالمجلس؟ شو عم تقول وتخبص ولا؟ بلهجته معناتها كبير الجلسة يا ميماتي. ليش لحتى تأخذ على خاطرك فورا؟ حتى لو كنت أنت الرأس الكبيرة ما بصير ينقل لك هيك قدامي يا فكرة بيك. شكرا حبيبنا ميماتي. هلأ فرجينا البضاعة حبيبي وانسالي السلامات. شو قلت يا محترم؟ أنا اسمي ناصر مو حبيبك. المساطر اللي جايب لكم ياها هي من روائع التكنولوجيا. هذا الترتر اللي عنا. سمعت سيد ميماتي طلع بياع قماش الاخ؟ لا، الترتر هو هذا المسدس وفي معه كاتم صوت. طبعا تاخذ هالسلاح وبتحطه على خصرك بزنارك. اخي خلصنا واحكي بالمصاري، شو اول مره منشوف سلاح بحياتنا؟ اكيد ما شفته مثل هاد. سألوا لشوف يا إبراهيم،
بيقدر فعلا يجيب لنا اللي بدنا اياه وباي كميه بنطلبها منه وقت اللزوم؟ ليش هو يسال مو انت؟ تفضل فكره بيك جاوبه. بهيك اعداد لا تذكر اسمي ابدا يا ابراهيم. ما بدي بكره يقعدوني ويبلشوا يستجوبوني اذا بعرفوا لهذا الزلمه اللي واقف هنيك ولا ما بعرفه. ايه مين اللي بده يسالك يا فكره بيك؟ لا تقلي ما قلت يا اجدع رجال داوود تتر اغلو يا الجيم بولوت. اللي عم يصير بالحرف اسمه تهريب سلاح، فهمت؟ مو صح كلامي؟ يا ايد مراد على مدار اليمين يا ميماتي باش. الحقيقة أنا سمعت باسمك كتير. ولي الشرف بمعرفتكم وشوفتكم. كيف بتخجلني قدام اصدقائي المحترمين؟ لا تواخذوني يا جماعة، بس نطلع من هون رح خلص عليه. لو مقلل احترام اكتر كنت بقوصه هون. صحيح نحن من غير دولة بس منشبه بعض. لقينا اخ مظبوط وعلى كيفنا كمان. انا محسوبكم. إجا؟ ما إجا معلم. أنت ليش متضايق؟ متضايق من الشغل. أنت لا تحط ببالك. هلا اسكندر صار الابن الشرعي ونحن غير شرعيين؟ هاي الدولة بتعرف الصح. هاي الدولة بتعرف شو معدن كل واحد فينا وبتعرف اللي مو ابنها وما بتخربط بهيك شغلات. ميماتي وين خبى المصاري؟ اعطاها لحسني. لمين؟ مين؟ ابو اصبع. ابو اصبع شو له شغل باسطنبول؟ انا ما بعرف معلم. ناقصنا المدينة اللي بكون فيها الهريبة منها أحسن. حكيت مع البلا أصبع؟ رح يجي؟ رح يجي بس بضماني. إذا اسمي مو ضماني شو في شيء أكتر من هيك ضماني؟ بلا ما يقلل أدب واحترام. إذا ما أجى لهون لوين رح يروح؟ معلم كتار اللي طالبينه بالعراق وبإيران وبأمريكا كمان. لا تخلوني دور بالعراق وهون وهون. ها إذا بده يضل عايش يجي لعندي. ف
فعلا معه حق يطلب ضمانة. كلاوي تعبان كتير، كل يوم عنده غسيل. ليش هي اسمها عيشة اللي هو عايشها؟ هو طالب يقابلكم باسطنبول ما؟ ايه سيدي طبعا رح قابله، لأنه بيلزمني كتير. معلم شو بتأمروا مشان شغل ديار بكر؟ زلمتنا هلأ صار جوا. كيف دخل لجوا؟ بده يعترف بكل شيء. يقتلوا. تفضل. الزميل صاحب الاسم الحركي منذر طالب يقابلكم سيدي. ما قال لك ليش؟ عم بيقول بخصوص اسكندر الكبير سيدي. ايه يجي. هات احكي لي لشوف، شو عندك بخصوص اسكندر؟ اسكندر الكبير بعت لك سلام خاص. لوين يا شامو؟ صابتك الأزمة العالمية؟ المحل بالسكر بهالساعة؟ إذا وقفت على هي بيكون منيح، المصيبة أكبر. متخانة مع المرأة؟ لا مو هيك، علاقتي أنا وياها منيحة كثير. ولك طلعوا لي من موضوع النسوان، لا تجننوني. بعد طلع برا ودير بالك منيحة. تأمر أمر معلم. شوفي خير؟ والله مو خير، وصل من أوروبا خبر تازة وموثوق. قال أبو إصبع باسطنبول هلأ. جاي مشاني يا شامو؟ أنا ما بعرف، اللي بعرفه إنه أبو إصبع ما بيروح من هون لقطع راس. يقطع عمره. شو؟ قتلوا الباشا؟ ماشي ماشي، شكرا. الباقي بحياتكم. حياتك الباقي. تفضل. لا شكرا. كيف صارت انا ما بعرف. يلي قوس القائد اعترف. القاتل القائد هو اللي رباه.
ومو بس هيك، خلصوا من الجبل كمان. ايد اسكندر بكل محل، بكل مكان في عنده رجال. اللي طلب عندك هو رجاء، غيب عن الساحة شوي، بعد روح على محل ما حدا بيعرفه. إذا ما في محل تفضل لأستضيفك ببيتي، بس أرجوك لا تظهر بهاي الفترة لأني بحاجتك لما بدي أقضي على اسكندر. شريك، ليش دخلتني بهالشغلات؟ بس انت بدك تدخلني بشغلاتك؟ خاصة آخر وحدة زعجتني كتير. أنا وحدة؟ الخانم، سمعت حامل. انجي حامل؟ فؤاد تتروغلو. قصدك رمزة؟ متأكد؟ شو شايفني دكتور؟ تأكد لي من هالشغلة، لا تكون كذبت علي حتى ما أساوي لها شيء. ممكن هالشي. يعني مين بده يكون أبو الولاد؟ مستحيل يكون فؤاد. ليش يعني؟ لما كتروا النسوان اللي اتهموه بأنهم حبلوا، قام الشاب تفاجأ بحاله. وشلون هاي؟ يعني فؤاد داود عقيم، واللي حواليه بيعرفوا ما بيحكوا. شو هاد؟ طبعا يا وردتي، لتنقذ المخنس. عرف لي الشغلة شريك. معك معلم. معلم، سمعت انه مسعود باشا انقتل؟ ايه سمعت. مين ما وقف قدامه ومين ما وقف معنا عم يقتلوه؟ اسكندر عم بيمثل قوة كبيرة، بس لهلا ما بعرف مين هالقوة. جلاديو معلم. ولاحسني اذا صاير شي على المصاري يا ويلك. لك انت كيف بتعطي المصاري لحسني؟ معلم اتوقع وين حاططهم. وشو بيعرفني وين حاططهم؟ إذا أنت ما قدرت تتوقع بسلموا ياهم؟ لو عائل كان الكل عرف، حسني مين بفكر مثله؟ شكرا لأنك وثقت فيني بهالشكل، بس حمل المسؤولية أصعب من الموت للصبح وأنا عم راقبون. إن شاء الله ما يكون مات. لا معلم، مو قال إنه ما نام؟ ولا حسني؟ ايه حسني قوم. اذا مات راحت المصاري. ليش هالفال معلم؟ ليش يموت؟ لساته شاب. حسني شو اللي شايفه؟ كل الثوريين مجتمعين لك. ليش هالمجنون على الارض؟ تعال انت بتفهم عليه مورو. غمي ما عاد صحي. إذا عندك عصاية مبرومة انكشو بفيق، هيك بنعمل بالضيعة. انكشو أنا معلم؟ روح جرب. في مراد على الدار. أنت حابب تحرر الشعوب كلها؟ لك يلا قوم. قوم سيد حسني. لك حسني. يلا أخي حسني. في هون أخي حسني. في يا حسني. لك قوم حسني. حسني بحلف لك انه باسطنبول. وليش لا يجي على اسطنبول؟ هلا صدقني انا بقدر اعمل تحليل بالنيابة عنك، بس عيب ما هالسافل. الشعب كله بيعرف انه سافل، بس هذا مو تحليل ما. واسكندر عم يحتفل بمنصبه الجديد مع اللي بلا اصبع. أنا منصب جديد؟
بدك تحميني من المنظمة وأنا بالسجن؟ سهل كتير، ما رح نقول إنه سلم حاله، بدنا نعلن الرأي العام إن مسكناك بعملية. وكلوي، شو بده يصير بكلوي دخلك؟ لازم تتعالج. أنا ما بيناسبني السجن. قديش رح يكون الحكم؟ اسمعني منيح، انت بوضع ما بيسمح لك تساوم. بالاول انا لازم اقوي موقعي، وبعدها بعمل لك خطة مشان مستقبلك وعيشتك. لك ليش انا ما بعرف انك مختف مع المنظمة ومع الكل؟ انا عم بعطيك فرصة حياتك، انت بتقلي امتى رح اطلع؟ اتركوا العميل اللي ما بيعرف حدوده يموت من وجع الكلاوي. قديش معي وقت؟ ما معك وقت كتير. عندي احتمال انه انا لاقيه. كيف؟ ابو الاصبع مريض بالكلى، ومن هون بدنا ننطلق. طيب شوف شغلك مورو، وما تعمل ولا شيء بدون علمي. لا تقولها، عم نحكي عن مصلحة الشعوب كلها. والله اذا بيموت هالابو الاصبع، الارض اللي بتبلع كل شيء جواتها ما بترضى تبلعه. ماشي معلمنا، كشنا خيرات الله وما كان يفيق. استنوا رح انكشوا انا وشوفوا كيف بده يفيق. معلم فيني احكي معك؟ ايه ما تباش، انا ماني نسيان انك بعتني. انا ما بيهمني مورا، رح فرجيك بيهمك ولا لا. ولا يا مجنون النحس، قوم. ولا ما حاجة نمت 2000 سنة؟ اكسر القيود في سبيل شعبك. يلا صحيتوا لا مجنون؟ اخي حسني شو عملت؟ شو بك؟ معلم صار لك شيء؟ ولك مجنون انت؟ شو بدك تقلي مماتي؟ معلم خجلان شوي من هالشغلة. ميماتي معلم اجت غمزة وقالت انها حامل. ايه المرة متجوزة، انت شو دخلك؟ عم يقولوا انه فؤاد رجال عقيم. خبرتي حدا شي؟ خبرت ميماتي. شو قال؟ ما صدقني. حلو كتير، لا بقى تخبري حدا، رح كون أب رائع بتشوفي. انت عم تحكي عن جد؟ يا حلوة انا من سنين بدي ولد، ما أغربة ولي عهد والدي وميماتي أبوه. شفتي؟ التاريخ غلط مرة تانية، طلع أصلنا مو قرود، بدنا نصير قرود. بتنزل هالولد فورا. تأمر أمر معلم. بولوت بتنزله أو بتموت. ما بدي ولد يحمل كنيتي بنوب يا بولوت. داود بيك، يمكن ما يكون في هيك حمل، بس حبيت أعرف شو رأيك بهيك احتمال. وعرفت، ما بدي فؤاد يعرف الموضوع بلا ما يتعبني. عن
جد عن جد انت قائد رائع. خير يا تشيتي، تعرف كيف تفيق شعبنا حتى لو كان ميت. لا تخليني اوصل. هيس هيس معلم. مو هاد العنوان؟ في قدام الباب سيارة عليها شعار الحي. ليك يا معلم؟ رعد لا تفكر انه كل حي دكتور، هذا مزور. يعني ما بقى نوثق بالدكاترة معلم؟ ولك اوثق بالدكاترة بس مو المزورين. العمى العمى، وبيحلفوا يمين هالواطيين. لك هذا ما حلف يمين، مزور. عم تقولوا له شعار؟ ولك اهبل، ليش حتى ما يكون الشعار مزور كمان؟ شيتين شيتين شو عم تسوي؟ لك شو سويت هنا؟ معلم بدي اقتل الانسان اللي عم يحتال على شعبنا. تضرب يا رب، عم يضرب، تضرب يا رب. تعال هون، تعال هون، تعال هون، تعال هون، تعال هون. شو عم تستنى؟ ما بعرف، ما سمعت بهيك شخص. دكتور على اساس قلت مزور؟ يا دكتور مزور هذا بتوجعه كليته، وانت ما بتعرف فيه مو هيك؟ ما سمعت. رعد روح جيب سكين. شو عم تساوي؟ بدي اعطي كليتك لابو اصبع يمكن تفيده. معلم معلم هاي منيحة؟ ولا أحسن؟ هاتها. والله بعدين بيقتلوني؟ طالما المنظمة كتير بيلزمها كلاوي بشغلها ما فيهم يعملوا لك شيء. اهدوا لها. شو عم تساوي؟ معلم بلا ما ياخذ له شيء ميكروب. تفي ميكروب؟ منخبر يلي على الباب معلم؟ لا تخبر ولا شيء، الله لا يردون. رح تصير معركة حقيقية. ياخذوا المعلم منه؟ والله ما بعرف. ليكن هجوم. شو جنيت ولا؟
لك مين انت؟ انا ما اتفقت هيك مع اسكندر. انا خربت اتفاقكم. الشباب جاهزين مشان العملية؟ أكيد معلم. أشكركم جميعا على هذا الاهتمام اللي أبديتوه بهذا المؤتمر الصحفي. أنا هون لأخبركم بأنه المجرم اللي خلى أبنائنا يفقدوا أرواحهم على إيده طول السنين الماضية قدرنا نقبض عليه، وهذا من خلال العملية اللي نفذتها وحدات الأمن القومي بكل براعة وجدية. فالمجرم المدعو بلا مراد على الدار خطف اللي بلا اصبعه.